قوة عمان وفخرها. قائد ظل يحيك مجدا منذ 48 عاما، سطر فيها أرقى حكايات العطاء، زرع بها بذور السعي نحو مطالب الشعب، وها نحن نحصد ثمارا من أرضها التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فأضحت به الأرض القاحلة خصبة يانعة، منبتا للخير، مهدا للحضارة، ومرسى للسلام. فصنع لنفسه في قلب كل عماني وسام عز وشرف، رجل عنوانه الحكمة ونهجه العدل ومذهبه السلام، يشهدان له الزمان والمكان وقبلهما الإنسان، إنه نعم القائد الذي نقتدي بفكره النير لنهتدي لسبل الرشاد. حفظه الله لعمان أعواما مديدة وسنين عديدة. Thank you.